بعد تصوير الحلقه كلها وكده اكتشفت ان المايك مسجلش. السلام عليكم، معكم مصطفى من قناه مستر منتج. باين على وش الاحباط طبعا، لان يعني حلقه كانت 10 دقايق وشويه والمايك ما تسجلش، ف مش عارف ايه. مشاكل كتير حصلت الفتره الاخيره في موقع ام بي سي كاش، وناس كتير قالت ان الموقع نصاب، واحنا قلنا لا يا جدعان، وبرد على ناس في الكومنتات على الفيسبوك، يا جدعان الموقع مش نصاب، يا جدعان حصل مشكله، يا جدعان محدش عايز يسمع حاجه، محدش عايز يصدق، فلازم نطلع نتكلم في فيديو، لازم نتعب نفسنا بقى ونعمل فيديوهات عشان الناس تصدق ان الموقع مش نصاب. وانا يا جدعان والله ما صاحب الموقع، والله انا مش صاحب الموقع وما عنديش مواقع ربحيه خالص. الناس اللي بتقعد تقول لي انت عندك والموقع ده بتاعك، ما عنديش والله ما عندي. تمام، فخلينا نبدا. اول حاجه، موقع ام بي سي كاش نصاب؟ لا مش نصاب. صاحب موقع ام بي سي كاش، عايز تعرفهم يعني هم فتحوا نفسهم بنفسهم اصلا. لو دخلت على البث المباشر بتاع خالد ميجا هتلاقي ان اصحاب ام بي سي كاش بيتكلموا معانا في البث، فعادي جدا الان تخشوا على البث المباشر اللي في خالد ميجا، اللي في قناه خالد ميجا، هتعرفوهم عادي جدا. طيب ايه اللي حصل في موقع ام بي سي كاش في السريع؟ معلش انا هتكلم بسرعه عشان انا متضايق دلوقتي جدا. فاللي حصل في موقع ام بي سي كاش هو ان الدومين بتاعهم اتسحب. اتسحب يعني ايه؟ يعني قناه ام بي سي، قناه ام بي سي بتاعت ام بي سي 2، ام بي سي اكشن، قناه النتورك بتاعتهم، سحبت الدومين بتاع ام بي سي كاش. تمام، سحبته ليه؟ عشان هو واخد كلمه ام بي سي منهم، فبالتالي كده الموقع او بقى بدون دومين. فبالتالي الموقع انت بتيجي تفتح ام بي سي كاش بتلاقيه مقفول، بتلاقي ان الموقع مش شغال. فالناس كلها قالت لا الموقع نصاب، الموقع ما عادش بيفتح، الموقع لا لا ايه ده، الموقع مش نصاب. المشكله كلها ان الدومين اتسحب، وجو دادي ما بعتش حتى انذار، جو دادي ما بعتش انذار حتى يقول لك ان الدومين هيتقفل، او ما بعتش انذار يقول لك ان في ناس رفعوا عليك قضيه. تمام، فبالتالي الدومين اتقفل، والراجل صاحي من النوم كده بيفتح الموقع ما لقاش موقع. فبالتالي دي كانت حاجه اللي هي حاجه مفاجاه بالنسبه له. الموقع اتقفل في ثانيه، الموقع كان ترتيبه 300,000 على العالم يا جدعان، الموقع كان بيجيله زيارات بالكوم، والموقع اتقفل والدومين اتقفل. لكن الموقع شغال تمام وكل حاجه. ازاي بقى شغال؟ لان هم عملوا دومين جديد. الدومين الجديد يا جدعان سايبه لك في وصف الفيديو اللي فات، وسايبه لك في الموضوع الاساسي بتاع موقع ام بي سي كاش، سايبه لك النهارده في وصف الفيديو ده. اشترك في الموقع او ارجع اشتغل في الموقع عن طريق الدومين الجديد اللي في الوصف. تمام، الموقع مش نصاب، ركز معايا. يعني موقع اكيد مش هينصب عليك في دولار و2 دولار اللي انت بتسحبهم، يعني يا جدعان، او حتى ال100 او 300 دولار اللي انتوا كلكم بتسحبوهم، الموقع مش هينصب عليك. الموقع شغال تمام وكل حاجه، ولكن حصل الدروب ده هو اللي بطئ الدنيا شويه، والناس ان شاء الله تدفع لكم كل حاجه الاسبوع ده. تمام، خلينا بقى نرجع للكلام عن الموقع، عن طريقه الربح من الموقع ده. في طريقتين او كذا حاجه يعني الموقع بيقدمها انك تكسب منها، ولسه في تطوير، يعني لسه في حاجات ثانيه ان شاء الله قريب جدا هيقدموها. اول حاجه هي ال2000 سوري اول حاجه ال 4000 ساعه مشاهده ب 2200 جنيه. يعني ايه يا جدعان؟ يعني الموقع يقدر يقدم لك 4000 ساعه مشاهده تاخدهم كده وتديهم لليوتيوب وتقول له حضرتك اقبلني في تحقيق الدخل. 4000 ساعه مشاهده ممكن تاخدهم من موقع ام بي سي كاش ب 2200 جنيه، وده انا شايف ان هو سعر كويس.